يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. العظمى في القاهرة 36، الصغرى 27، الإسكندرية 33-23، مطروح 31-24، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 37-26. ونذهب إلى السويس، السويس 36-26، العريش 34-24، طابة 37-28، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-30. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 44، الصغرى 28، أسوان 45-30، الوادي الجديد 43-27، حلايب 36-31، وأخيرا شلاتين 38-31. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.